أول استخدام لفيرب جوير لو جه مع الأنشطة الرياضية هنستخدم معاه حرف الجر أه، لو جه مع الآلات الموسيقية أنا مش عارفة هو ليه خرج، بس تمام أنا معاك أهو. يلا نعيد تاني، عندي استخدامين اتنين لفيرب جوير. أول استخدام لو جه معاه حرف، لو جه معاه أنشطة رياضية هنستخدم معاه حرف الجر اه. تاني استخدام لو جه معاه آلات موسيقية هنستخدم معاه حرف الجر دو، وبتتحول الآ الآلة الآ والأدوات المعرفة اللي بتيجي بتتحول من الآ زائد لو تبقى أو، والآ زائد لا تبقى ألا، وآ إلا أبوستروف تبقى آ إلا أبوستروف، والآ زائد لي بتبقى أو. طيب بالنسبة للأدوات لما يجي فيرب جوير وبعده أدوات موسيقية بنستخدم حرف الجر دو، فبيتحول دو مع الأدوات المعرفة لأدوات تجزئة اللي هي دو دو لا دو إلا أبوستروف دي. طيب نروح بقى لاستخدام فيرب فير. أول استخدام لفيرب فير معايا لو أنا هستخدمه مع الأنشطة الرياضية أو الألعاب، يبقى لو أنا هستخدم فيرب فير مع الأنشطة الرياضية أو مع الألعاب هستخدم حرف الجر دو، يعني هستخدم أدوات التجزئة. واضح يا مارسينو؟ واضح. تمام. يبقى أنا لما يجي أستخدم فيرب فير مع الأنشطة الرياضية أو الألعاب هستخدم حرف الجر دو، يعني هستخدم أدوات التجزئة. عكس فيرب جوير لما أجي أستخدم فيرب جوير مع الألعاب الرياضية أو الأنشطة هستخدم حرف الجر آه. تمام؟ تمام. تمام. طيب زي ايه بقى؟ زي مثلا دو فوتبول، دو تنس، دو باسكت، دو سبورت، دو فيلو، دو شوفال، دو سكي، دو رولير، دو جودو. دي بالنسبة للأنشطة الرياضية المذكرة. طيب المؤنثة المبدوءة بحرف ساكن، دو لا موتو، دو لا ناتاسيون، دو لا فوال، دو لا بينتور، دو لا سكولبتور. طيب المبدوءة بمتحرك دو سكالاد، دو ليكويتاسيون. طيب بالنسبة للدي دي تور دو ماجي. تمام كده؟ تمام. طيب خلينا نفتكر كان عندنا أفعال الذوق اللي هي فيرب إيمير وأدوغير بريفيرير وديتستير. الأفعال دي ما بيجيش معاها، ركز معايا يا مارسلينو، الأفعال دي ما بيجيش معاها أي أدوات تجزئة، بيجي معاها أدوات المعرفة فقط. تمام؟ تمام. تمام. يبقى أفعال الذوق ليه اسمها أفعال الذوق؟ لأنها خاصة بالذوق، أنا بحب أو ما بحبش، بفضل أو ما بفضلش. تمام؟ فأفعال الذوق عندي لما بيجي معاها أنشطة رياضية أو آلات حتى موسيقية ما بيجيش معاها ما بيجيش معاها أدوات تجزئة، بيجي معاها أدوات المعرفة فقط. اكزامبل زي مثلا جيم لافيون، انا بحب اللحم، اللحم المفروض ان انا بستخدم معاه ادوات تجزئه، بس انا استخدمت فيرب ايمير فانا هستخدم معاه ادوات معرف. طيب il préfère la natation، هو يفضل السباحه، استخدمت برضو مع فيرب préfère استخدمت حرف أداة المعرفة لا.
طيب عندي verb pratiquer، كذلك verb pratiquer لما باجي استخدمه verb pratiquer يعني يمارس، لما اجي استخدمه مع الأنشطة الرياضية بستخدم معاه أدوات معرفة، يبقى verb pratiquer مع الأنشطة الرياضية بيجي معايا أدوات معرفة، ما بيجيش معايا أدوات تجزئة، زي البراتيك هي تمارس، لوتينيس هي تمارس التنس. تمام؟ طيب verb rendre يأخذ أو يتناول، لما باجي استخدمه برضو بجيب معاه article défini يعني بجيب معاه أدوات معرفة، يبقى عندي verb aimer، adorer، préférer، détester، pratiquer، prendre بيجي معاهم أدوات معرفة. لما أجي أستخدم verb prendre مع الأدوات اللي هي بسم الله verb prendre مع وسائل المواصلات هستخدم معاه أدوات معرفة. نخلينا مركزين إن بروندر مع وسائل المواصلات مش مع أي حاجة تانية، مع وسائل المواصلات هستخدم معاه أدوات معرفة مش أدوات تجزئة، زي مثلا جو برون لا فواتور أنا أخدت العربية أو ركبت العربية، أو نو برونو لو مترو إحنا ركبنا المترو. تمام؟ واضح يا مارسلينو؟ تمام. طيب يلا بقى نحل. واضح. طيب يلا نحل. Choisissez la bonne réponse. Je joue à flûte. Flûte دي آلة موسيقية. مول بتاع مولي بتاع نعم يا مرسلينو. لا مش ولا حاجة. مش نعم. أحل أيوة يا حبيبي. أول حاجة، أول سؤال، جيجو فلوت، وقلت لك فلوت دي آلة موسيقية اللي هي بنعزف عليها بننفخ فيها، دي آلة موسيقية مع هتبقى دي تنفخ، هتبقى أنت لسه ما خلصتش الكلمات دي، فاحنا دلوقتي فلوت كلمة مؤنثة، مفرد مؤنث، هنستخدم ايه؟ دو ولا دو لا ولا دو الا بوستروف؟ هتبقى دولا دو لا. برافو. طيب مون امي في فوال، دي كانت في الكلمات اللي هو الإبحار بالشراع. ميفي كانت مذكرة ولا مؤنثة؟ ال ايه فوال. مساء يعني ايه الكن الإبحار يعني ايه بالشراع، هو مش كانت موجودة في الكلمات لا فوال. بسرعة تبقى لو كلمة مذكرة لا هي كلمة مؤنثة. مؤنثة تمام. دولا. ألفي هي تمارس سكالاد، سكالاد تسلق الجبال. دو إلا أبوستروف. برافو. طيب نو جوون
بوبي نحن نلعب بالدمية. الدمية دي كلمة مؤنثة. ألا بوبي، برافو. Les enfants de basket. عايزين نجيب فيرب. فون، برافو، ممتاز. الجو، بيانو. هي تلعب بالبيانو. بيانو كلمة مذكرة. دو، برافو. نو، دو فيولون. جوان، فيزون، جوير. لا 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 لا، تبقى في زون، تبقى في زون. ركز كويس، فيولون دي آلة موسيقية. تبقى في زون ولا جوان؟ فيزون دي آلة موسيقية يا مارسلينو. فيرب جوير لما بيجي مع الآلات الموسيقية بنستخدم حرف الجر دو، لما بيجي مع الأنشطة الرياضية بنستخدم حرف الجر أ. فيرب فير لما بيجي مع الآلات الموسيقية بنستخدم حرف الجر أ، لما بيجي مع الآلات مع الأنشطة الرياضية بنستخدم حرف الجر دو. تمام، عكس بعض. تمام. تمام، يبقى جوون. طيب ال دي تيست، هي تكره ليه اللبن. عندي فيرب، ركز كويس يا مارسلينو، عندي فيرب ديتستير. اتفقنا ان فيرب ديتستير من الافعال الذوق. افعال الذوق ما بيجيش بعدها أداة تجزئة، بيجي بعدها إيه؟ ما عرفنا، مش عارف؟ بقول بيجي بعدها أدوات معرفة. برافو، ممتاز. يبقى أداة معرفة، يبقى لو. تمام، نسمة ما كانتش موجودة في الشرح. لا إحنا لسه قايلينها دلوقتي أهي. قلنا إن أفعال الذوق إيمير، أدوغير، بريفيرير، ديتستير بيجي بعدهم أدوات معرفة زي جيم لا فيوند. فيوند دي مأكولات، والمأكولات والمشروبات بيجي قبلها أدوات تجزئة، لكن إحنا هنا استخدمنا أداة معرفة عشان فيرب إيمير. وإيل بريفير لا ناتاسيون، هي تفضل السباحة، برضو فيرب بريفيرير من أفعال الذوق، ما بيجيش بعده أدوات تجزئة، بيجي بعده أدوات معرفة. تمام كده؟ تمام، يلا نكمل. ما فامي برون ترين، عائلتي. لا، اتفقنا. مش فروند، يعني ايه؟ بتاكل ال بتاكل لا بتتناول ال لا، معناها يأخذ أو يتناول. يأخذ اللي هو يركب، يعني بياخد القطر. عارف لما تقول أنا هاخد القطر، أنا هاخد عربية، يعني هركبها. يعني ازاي يعني؟ مش فاهم. هي يعني بالعامية كده، يعني أنا هاخد العربية. يعني لما حد يقولك أنت هتسافر ازاي، فتقوله أنا هاخد توك توك. مش أوقات بتقول، يعني قصدي هتروح مشوار ازاي، فتقوله أنا هاخد توك توك، أنا هاخد عربية كده. فهمت؟ يعني هاخد توك توك دي يعني هركب توك توك، هي بتتقال كده. فهي بقى معناها يركب أو يأخذ. تمام؟
واتفقنا ان هي تمام. لما بتيجي مع وسائل المواصلات، واتفقنا ان هي مع وسائل المواصلات بالتحديد بيجي معاها ادوات معرفة. تمام تمام يبقى هتكون ايه بقى؟ هتبقى له تبقى لو. برافو. طيب مون فيس في موتو. موتو دي وسيلة مواصلات. أين الموتو؟ كلمة في منين؟ تمام دولا. برافو. تجو فوتبول. أنت تلعب كرة القدم. برافو ممتاز، لأن الألعاب الرياضية مع فيرب جوير بتاخد حرف الجر أو. طيب vous faites équitation. De l'équitation, bravo. Type il dit toujours dommagie. برافو ممتاز. الفي. تمام اللي بعده. هناخد حاجة اسمها موا وبلوس، أكثر وأقل. موا يعني أقل وبلوس يعني أكثر. فلما أجي أقول Il fait plus beau en Afrique. الجو أكثر جمالا في أفريقيا. مفيش كده خالص. ولما أجي أقول il y a moins de soleil en France comme Égypte. يوجد شمس أقل في فرنسا من مصر. يبقى لما اجي استخدم بلوس وموا، موا يعني اقل وبلوس يعني اكثر، بنحطها بعد الفيرب، بتيجي بعد الفيرب. يبقى اكزامبل زي الاكزامبل ما بيقول il fait plus beau، انه يكون اكثر جمالا. il y a moins de soleil، انه اقل من كذا، أو يوجد قليل من كذا. تمام هنعرف إزاي هنستخدمهم من الأمثلة، يعني مع كل حل سؤال هنعرف إمتى نستخدم بلوس وإمتى نستخدم موا. تمام مارسلينو. مارسلينو سامعني؟ مارسلينو تمام يا مارسلينو. مش سامع حضرتك. تمام
الصفحة ظاهرة عندك؟ مارسلينو صورة ظاهرة عندك يا مارسلينو؟ ايوه تمام، يلا نحل. هنشوف ازاي نستخدم، امتى نستخدم بلوس وامتى نستخدم موا. اكزومبل نمبر 1، اون روس في روسيا il fait الجو يكون froid بارد كون ايجيبت من مصر. الجو بيكون اكثر برودة ولا اقل برودة؟ تبقى بلو بلو. برافو. طيب ايه البلو نقط اون ايجيبت كون انجلتير؟ إنجلترا هتمطر صح كده؟ اكتر ولا اقل؟ اكتر من مصر ولا اقل من مصر؟ يعني بتمطر في انجلترا اقل من عندنا؟ لا، ما هو بيقول بتمطر في مصر أقل من إنجلترا. برافو، ممتاز يا مارسلينو. نمرو 3، جيم فير لا بينتور نوت كو فير دو فيلو. أنا بحب الرسم أقل ولا أكتر من ممارسة ركوب الدراجات اللي هو ركوب العجل يعني. ايه ده؟ يلا الاثنين صح المفروض. أيوه. الاثنين صح. الاثنين هيكونوا صح. مش جايبة حاجة في منتهى الذكاء الصراحة. أنا كل يوم بنبهر أكتر بالمعلمة دي، تبهر. يلا هتكون إيه؟ ممكن نعتبر إن هي جايبة بتحب ده أكتر فبتحبه أكتر، يعني بتحب أي تعمل حاجة أكتر من ده، ممكن تكون بتحب تعمل. بس أكيد يا مارسلينو، يعني أكيد الأصح إن هي تقول أنا بحب أرسم أكتر ما بركب عجل. أكيد مش هتقول أنا بحب أركب عجل أقل من كذا يعني. فالغالب هتكون بلوس، يعني بتحب ده أكتر من ده. مش هي عارف. الاتنين صح، لو احنا عملنا أي واحدة مفيش ولا واحدة تطلع غلط عشان هي محددتش. لكن خلينا ماشيين في الأصح شوية، إن هي بتحب ده أكتر من ده. طيب اللي بعده، نوزي مور، نحن نحب مونجير إيه كورير، بنحب ناكل قليل ولا كتير ونجري قليل ولا كتير؟ ايه ده؟ نجر معناه يسبح مش ناجير ياكل. ده فيرب، ده حرف الان، انا فكرته حرف الام. ايوه ده فيرب ناجير. كمان ناجير يعني نجر مع مين؟ والله اللي احنا عايزينه بقى، ما مش محددة يعني، ما قالتش لا، على. ما عايز اعرف النجير ولا ايه، ايوه هي عشان ناجير، هي مش منجير، لا هي فيها شرطة واحدة بس، ناجير. ايوه نجير. وايه ايوه، تاني؟ وكغير يجري يعني يجري. يجري. اختار يجري طبعا. تحب الجري اكتر؟ ايه عمري ما احب السباحة، ليه عمرك ما تحب؟ عشان في الكرة بتعود في الساعة، عشان بحب الكورة فبتعود بجري بسرعة يعني على قد ما أقدر.
شاطر، داتا برافو، تبقى مويه، داتا تبقى برافو، ممتاز. والسباحة كمان جميلة يا مارسيلينو، لما تتعلم تسبح كويس هتبقى شاطر جدا وهتبقى قوي وتلعب رياضة أحسن بكتير. عارفة أعوم أصلا، عارفة أعوم أصلا، ما أيوة أنا بعرف أعوم أصلا، بس أنا في مشكلة عندي في الكرة السرعة، فبتعود إزاي أجري بسرعة وأتحكم في الكرة وأجري بسرعة إزاي بيها يعني، ايوه برافو يا مارسيلينو، يعني على قد ما شطور. كله بالتدريب. ايوه صح، كل حاجه بتيجي بالتدريب. سانك اليكس فا مارشيه، اليكس سوف يذهب للتمشيه. يعني هو احنا نختار بمزاجنا، يعني الاسئله بتبقى واضحه شويه. والله انا شايفه هتبقى بلو، أول حاجة هتبقى بلو ودي موان بروندر، ماشي، واخد عربيات اقل أتمشى أكتر من اكتر إن أنا من أروح. ان انا اركب. برافو، ممتاز. زيو اجروس، زيو تخينه. الفا هي بتعمل ايه؟ مونجير ايه ده؟ الشوكولا افير. بص، هي تخينة، هي زيو جروس، هتبقى موين؟ هي سوف تأكل قليل و تعمل رياضة. لو برافو، خلي بالك يا مارسلينو، هو جايب فا مونجير، يعني سوف تفعل، فسوف دي يعني هي هتغير نفسها، لكن هي بتعمل ايه وهي تخينة؟ لا، هي وهي تخينة بتاكل كتير وبتلعب رياضة اقل، لكن علشان هو جايب سوف فهي هتعمل ايه بقى؟ هي هتخلي الاكل قليل والرياضة اكتر. تمام؟ انا كاتبها مش كده، تمام، برافو. اون كاتبها كلاس، كده من بدري. برافو. انا بوضح لك عشان نبقى عارفين احنا عملناها ازاي. انا عارفه ان انت كتبتها من اول ما انا قلت، بس عشان نبقى عارفين احنا ليه حليناها كده. ماغي، ماغيا فا بارلي، سوف تتكلم ايه؟ ايه ايكوت، ايكوتير، هتتكلم. بغلير هتكلم كتير ولا شوية؟ تسمع أكتر ما تتكلم. أيوة، يبقى بغلير إيه؟ و برافو، إيه كتير بلو، برافو. إيل في، هو يشعر. شو أون أفريك كون نرويج، يعني النرويج، النرويج دي النرويج، أقصى الشمال فوق، يعني في أقصى البرد، ثانية، هو دلوقتي مقارنة ما بين مين ومين؟ ما بين أفريقيا ونرويج. هتبقى أفريقيا طبعا، طيب هو هتبقى أفريقيا يعني بلو، برافو، بلو. لأن طيب النرويج أصلا فوق جنب القطب الشمالي، فهتبقى بالظبط ساقعة. كده، بالظبط كده، في أقصى الشمال، كل ما نبعد عن خط الاستواء بنشعر بالبرد، كل ما بالظبط نبقى قريبين نبقى دافين.